مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات الراصد فيها، بنناقش كثير من المواضيع وكثير أيضا من التقارير من جميع مناطق المملكة. أول عناوين حلقة الليلة: مجرى السيل بحي الشهداء بالمدينة المنورة، مصيدة الأطفال والسيارات. والقلاعية تفتك بماشية الباحة، المتضررين يشتكون والزراعة تبحث الحلول. بعد أن دفع كبير السن أمام البنك أوقف ثم فصل، والقضية الآن لدى الادعاء العام. تابعونا أيضا معنا في حلقة الليلة: رئاسة الأرصاد تعلن فقد الاتصال بمحطتي الرصد البحري التابعتين لنا. وحريق بسوق شعبي شرق حي الجامعة في جدة يشمل محلات تجارية كبيرة. خبز الحساوي أكلة شعبية بقيمة غذائية عالية. بحث مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الباحة المهندس سعيد الغامدي مع عدد من الأطباء البيطريين في مقر الإدارة في الباحة أسباب انتشار الحمى القلاعية بين المواشي في قطاع تهامة، مما أدى إلى نفوق عدد كبير منها. أوصل الاجتماع بضرورة وضع خطة عاجلة تتضمن توفير اللقاحات اللازمة للحد والسيطرة على المرض، إلى جانب الخدمات العلاجية والمتابعة الصحية للماشية سواء المتعافية أو التي لم تصب بالحمى القلاعية حتى الآن. الحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الباحة أحد المتضررين سليمان الزهراني. هلا أخوي سليمان. هلا حياك الله أخوي حبيبي. كيف الحال؟ حياك الله حبيبي. شمور الماشية عندكم الحين كيف؟ والله أبد لا بأس الحين إن شاء الله. فقدتوا كثير منها؟ والله يا حبيبي فقدنا منها يعني بشكل غريب هذه السنة، يعني أعداد كبيرة هذه السنة راحت. كم وصلت الأعداد اللي أنت اللي حولك؟ يعني أنا بسألك عن المواشي اللي حولكم، يعني جيرانكم واللي يقربوا لكم وكذا، كم وصلت؟ والله بخصوصي أنا ممكن حدود 27 في الكامل، كامل القرية اللي أنا فيها ممكن حدود 200 أو إلى حدود 250. أنت 27 رأس من عندك فقدتها؟ 27 من الغنم وأربع من البقر. طيب وش سويت؟ والله يعني قدمت على الزراعة في طلب التطعيم، ما حصل، ما متواجد. ما كان موجود التطعيم وقتها. بحثنا عنه في كل في المحافظات القريبة منا، في المدن القريبة منا، يعني مقطوع التطعيمة نفسها. رضينا بحكم الله، انتظرنا حتى ما طلع المرض بنفسه. طيب الزراعة قالوا لكم ما في لقاحات عندنا، يعني روحوا ودوروا لكم ابحثوا لكم بأي طريقة كانت. ايوه بأبسط الطرق ما فيه لقاح عندنا. طيب الآن وش اللي قاعد صاير الآن بعد ما فقدت العدد الكبير هذا، وأيضا جيرانك فقدوا أعداد كبيرة من الماشية، ايش اللي ناويين تسوون الفترة الجاية؟ والله احنا يعني احنا معانتنا مع الزراعة يعني مستمرة يعني. ايوه. راح ننتظر نفس الطريقة، يجي اي مرض ثاني ياخذ النصيب ويغادر. يعني ما في حلول من الزراعة او اي وسيلة للتواصل معهم او طريق. والله يعينكم يعني اخوي سليمان. يعني في الاخير هي 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 دخل لكم، تعتبر دخل لكم في قريتكم وفي القرى المجاوره لكم. اكيد يعني احنا في قرى يعني نعتمد على الله على هذه الاشياء.
ولكن نعاني من نقص في العيادات البيطرية، في الأدوية، في كل كم شيء. كم في عيادة بيطرية عندكم في الباحة؟ أنا في محافظة قلوة. أيوه. يعني هي عيادة واحدة، ممكن بعض الأماكن تبعد عنها لحدود 60 كيلو إلى 65 كيلو. طيب عيادة واحدة أحيانا تحصل الطبيب، أحيانا ما تحصله. إيه. يعني على حسب. والزراعة، الزراعة كيف تعاونها معكم؟ يعني في حال وجود كارثة زي الكارثة هذه اللي عليكم الآن، أنتوا وجيرانكم، إيش تسوي الزراعة في هالحال؟ إيش تسوي لكم؟ يعني تخليكم تقولكم دبروا أموركم، روحوا عند العيادات؟ تأخذ يعني طريقة المتفرج بس. طيب. يعني ما في أي تدخل من الزراعة، ما في أي تدخل. أيه. ولا يعني أي واحد زارنا في المنطقة يعني. طيب خلك معي مدير عام فرع وزارة الزراعة بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد الزهراني. أهلا أستاذ سعيد. حياك الله يا أخ عبد الله. سعيد الغامدي، المهندس سعيد الغامدي. سعيد الغامدي، هلا أخوي سعيد. أنا الحقيقة يعني توقعت إيه يا شباب؟ ما سم؟ طيب سم. أقول أشكرك يا أخ عبد الله على اهتمامك في قطاع الزراعة في منطقة الباحة. إيه. وعلى قطاع الثروة الحيوانية. هذا يعني واجبكم انتم قبل يكون واجبنا، يعني الربع هناك متضايقين من الحال اللي وصلوا لها معاكم، ما في لقاحات، ما في رعايه، وبعدين منطقه زراعيه، فهذا يعتبر من الاولويات عندهم، ولا انا غلطان؟ استاذ عبد الله، عشان واجبنا انا احب اطمنك واطمن الجميع اليوم. ايه؟ صباحا وصل عندنا ربع مليون جرعه لقاح من لقاح الحمى القلاعيه. ربع مليون الحمى القلاعيه، والحمى القلاعيه لا يخفى على الجميع هذا مرض فيروسي، وإذا بدأ ينتشر نتعامل معه بؤرات. وهذا الكلام اللي يتكلم عنه الأخ سليمان، هذا الموقع في فترة من الفترات يعني انقطع اللقاح أو انعدم وجود اللقاح بسبب الطلب المتزايد عليه للتحصينات، حتى لا يكون هناك إن شاء الله وباء أو يكون هناك كارثة. ولذلك احنا عملنا جاهدين، وهذا واجبنا كما تفضلت، على أن نوفر هذا اللقاح في أسرع وقت ممكن، واشتغلنا على هذا الموضوع، ولم نكن يعني لم تكن الزراعة هي المتفرج، بل بالعكس الزراعة هي من يرعى مثل هذه الثروة الحيوانية ومن يعمل على تنميتها ويعمل على تطويرها ويعمل على المحافظة عليها، لأنها ثروة قومية للوطن. ولذلك أنا أبشرك وأبشر جميع الأخوان المهتمين والمربين إنه اليوم وصلنا صباحا ربع مليون جرعة، والمرض هذا فيه أكثر من عترة، أكثر من نوع. وإحنا نركز في عملنا طال عمرك على أن نوجد اللقاح الفعال واللقاح المناسب حتى لا تنتشر مثل هذه الأمراض، ومسيطرين على بؤرة الإصابة عند الأخ سليمان وعند القرى اللي حوله. أنا كنت بالأمس في قلوة واطلعت على كافة التقارير اللي عملوها الزملاء والأطباء البيطريين، وإحنا مراقبين الحدث مراقبة تامة، ومن غدا بإذن الله سيتوجه الفرقة البيطرية المتخصصة لكل هذه المواقع لتحصين الماشية بصفة مستمرة. أستاذ سعيد، ولا يكون هناك عن طريق الفرقة البيطرية. جميل أستاذ سعيد. الآن طيب بالنسبة للماشية اللي فقدوها، يعني الرجل اللي يقول لك عنده 27 راس من هالماشية اللي عنده فقدها، هل الزراعة ستعوضهم؟ أخي العزيز عبد الله. سم. بالنسبة لمثل هذا، هو يمكنك أنت من خلال يعني من خلال مداخلته، وأنا أشكره الحقيقة. إيه؟ لأنه رجل كان واضح وكان حقيقي وتكلم، قال اللقاح لم يكن متوفر لا في الزراعة ولا في غيرها. إيه؟ لأنه عملية اللقاحات ليست بالأمر السهل الحصول عليها، لابد من أنك تأخذ عينات وتعرف العثرة أو تعرف النوع الفيروس المسبب حتى تستطيع أن توجد اللقاح المناسب. جميل. لأنه هذا يؤثر على صحة الحيوان وبالتالي يؤثر على صحة الإنسان. لابد ما يكون علاجك أكتف، لابد ما يكون علاجك فعال. ولذلك هذه الفترة أو هذا الجاب هي ما كان هناك فيه نفوق من الماشية، والنفوق من الماشية الظروف الجوية تتدخل فيه، عدم تنظيف الحظائر، الاختلاط ما بين القطعان مع بعضها. هناك أمور عدة ليست مجرد يعني موجود اللقاح. طيب مهندس، لكن أنا أحب أطمنك. أيه. أحب أطمنك يا أخ عبد الله وأطمن الأخوة جميعا إن الفرقة البيطرية الموجودة تعمل على مدار الساعة. جميل. احنا بنعمل حتى على خط الدوام الرسمي، لانه كثير من المربين يعني انا ما اخفي كثير من المربين لديه من المهن ولديه من الاعمال ما هو مش اساسا عن الماشي. ولذلك طيب لاحظت من الصور في بعض الصحف ان معظم الماشيه المتوفيه هي اساسا هزيله، يعني هي اساسا متقبله. طيب مهندس سعيد لو تصبر معي، سليمان وش رايك في الكلام يا سليمان؟ والله حبيبي كلام الاستاذ سعيد يعني طيب، لكن ابغى اعرف اذا كان وصل اللقاح اليوم. اقول بكره انت من عندي ممكن من اكثر من شهر. يا سليمان انا حبيبي، بكره انت واللي عندكم مشاكل كلكم خلوكم عند مديريه الزراعه، اما اعطوكم شيء كلموا الشباب هنا. لا سمحت لي بمداخله مع سعيد. سم تفضل. استاذ سعيد مساء الخير. يا مساء النور، بس ارفع لي صوتك الله يخليك. لو سمحت حبيبي، احنا اذا كان توفر اللقاح اليوم، يعني احنا المرض عندنا ممكن من اكثر من شهر،
يعني انت تعرف الفيروس يدخل في الماشيه ويطلع بعد فتره معينه، الحين يمكن يعني الباقي خفايف يعني اللي ماسكها المرض، لكن احنا عانينا في البدايه، يعني ليه ما يكون متوفر اللقاح من البدايه؟ انا سبق اني انا وضحت لك انه عمليه اللقاح ليست بسيطه، عمليه اللقاح لابد ان احنا ما نعرف عن طريق العينات وش الفيروس وش نوع الفيروس او العثره المسببه حتى يكون علاجنا فعال ونخوك. ولذلك انا اقول لك باذن الله، اسمح لي اسمح لي سليمان، غدا باذن الله حيكون الطبيب البيطري، انتم حتكون اول الناس اللي يعني حتطلع فرق التحصين عندكم باذن الله، لانه كان عندكم تضرر. ولذلك انا مركز على اخوان في فرق قلوه انكم انتم تكونون اول الناس او اول القرى، وانتم فعلا انتم تحت السيطره، عمليه بؤره الاصابه هي بدات من منابطكم. ولذلك اللي اتمناه منك ان شاء الله انك تتواصل مع الاخوان في الفرع وهم حيزوروك باذن الله. انا موجه خلاص انه غدا باذن الله بعد توفر اللقاح مباشره في التشغل لك. اتمنى فعلا يعني عدم اختلاط اتمنى سليمان سليمان حبيبي بكره بيجونكم في قلوه ان شاء الله الامور تصير طيبه. بالضبط ان شاء الله طيبه. لو سمحتني بسؤال للاستاذ سعيد. تفضل اسال. يعني هو ممكن عارف المنطقه كويس زي محافظه قلوه، يعني عياده واحده بيطريه كفايه لها. اخي العزيز يا سليمان يا سليمان، الفرع متوفر فيه ثلاثه اطباء بيطريين بيقومون بالعمل الثاني وبالعمل المكتبي، بيستقبلون الحالات، وفي فرقتين بيطريه هي اللي بتقوم بالعمل الميداني، واحنا يمكن انت ملاحظ بنقوم بعملنا بالصباح والعياده الواحده. تمام؟ غير كافيه بعدين ما مخصص لها معامل، ما مخصص لها تحليل، كيف تعرف فصيله المرض هذا؟ طيب الفيروس هذا من اي نوع؟ اي طيب عبد الله. طيب استاذ سعيد سليمان بكره بيجونكم في قلوه ان شاء الله والامور طيبه، يعني ارسلوا لنا الصور اذا جوكم وسيروا عليكم، ترى يهمنا والله. اي ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم، شكرا يا سليمان يعطيك العافيه. استاذ سعيد مهندس سعيد معك اسمعك. موفقين خير، وحتى لو زعلوا عليكم ترى يحق لهم، يعني هم راعين هم راعين راعين هالماشيه يعني واقفه عليهم، فبتكون خسائر كبيره عليهم اذا زعلوا عليكم. فالامور طيبه، اعتبروها زعله طيبه بينكم وبين اخوانكم. يا اخ عبد الله سم، يا اخ عبد الله سم، هذا اكبر دليل على انه الحمد لله عندنا ثروه حيوانيه في المنطقه. اللهم لك الحمد. اكبر دليل على انه احنا لدينا يعني توجيهات من معالي الوزير الله يسلمه ومن صاحب السمو الملك امير منطقه الباحه لخدمه الناس في مواقعهم، وكن على ثقه. هذا الموضوع والله هم الوحيد، وانا يعني بيض الله وجهك مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى في المقام الاول، وثق تماما لا انا ولا مدراء الفروع ولا الاخوه البيطريين، نحن نعمل في الميدان، نعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بيض الله وجهك، حريصين على هذه الثروه وحريصين على غذاء الانسان وحريصين طيب على ثروتنا الحيوانيه. المهندس سعيد الزهراني مدير عام فرع وزاره الزراعه بمنطقه الباحه، شكرا لك، موفقين خير. سعيد الغامدي اعتذر. في المدينة وصف عدد من سكان حي الشهداء مجرى السيل الواقع وسط الحي بأنه مصيدة للأطفال والسيارات، هذا نظراً لعدم وجود حواجز خرسانية تحفظ المارة والسيارات من السقوط فيه. ولفت الأهالي إلى أن حي الشهداء بالمدينة يعاني من نقص الخدمات البلدية وغيرها، مطالبين بإيجاد حلول ناجعة لمجرى السيل حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وأكدوا حدوث حالات سقوط متكررة في المجرى. الحديث عن مجرى السيل في حي الشهداء ينضم لي مباشرة المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف. أهلا مهندس يحيى. أهلا وسهلا، حياك الله، حياكم الله السادة المشاهدين وأخوات المشاهدات. أنتم مزعلين حي الشهداء، أعطونا حلول لحي الشهداء الآن قبل نبدأ نتكلم في تفاصيل الحي. تسمعني يا مهندس؟ صوت تسمعني؟ لا ما سمعت، تفضل كرر لو سمحت لي. اقول انتم مزعلين حي الشهداء، نبغاكم الحين ترضونهم، فالزعل كبير منهم عليكم، شوفوا لكم حل معهم. اخواننا المواطنين لا ما هم حق، لكن شوف اخي الكريم احنا مهما كان يعني العمل يتطلب يعني انه يخرج بشكل مناسب وجيد، الان في تهذيب سطحي لمجرى هذا، نتكلم عن الشعيب متفرع من جبل احد بصب باتجاه المجرى وادي قناه اللي حول الميدان سيد الشهداء.
الميدان في مجرى القناة اللي تمر تصب من وادي قناة تصب باتجاه تلتقي مع وادي العقيق شمال جبل أحد. الجزء اللي تكلموا عنه الإخوان في الحي هو الجزء اللي داخل يمر من خلال الحي السكني داخل الحي السكني، وهذا فعلا كان هناك تهذيب سطحي للمجرى حق الوادي، تهذيب على طبيعته الترابية، وهو مجرى شعيب زي ما ذكرت لك. لكن طبعا ملاحظتهم مهمة جدا، كان في إنارة، الإنارة كانت ضعيفة ما هي كافي، ونقول هذا بصدق، لكن الآن عملية إنارة ركبت أو في كمية من الحواجز الآن نفذت طول حوالي يمكن 750 متر واستكمل الباقي. المشروع الأهم في هذا كله أنه هذا المجرى يتم التخلص منه والقضاء عليه من خلال قناة صندوقية. الناس ما يحتاج وجود مجرى مكشوف أمامهم، حيكون يغطى بالكامل، وهذا بإذن الله الدراسة حقته نقول تكاد تنتهي عند الأخوان في قسم الدراسات في جميل. دار العام الأودية والسيول. هو في شغل في سد وادي العقيق يا مهندس، تكاليف التنفيذ إن شاء الله في غضون نتكلم إن شاء الله شهرين إلى ثلاثة شهور بإذن الله تكون مكتمل تنفيذ المشروع هذه القناة. يعني في شغل في سيل العقيق أتصور ومنجزين منه يعني المعدلة. أنا أسمع بالأكاد الصوت مرة ضعيف. طيب أي تفضل. أقول أنتوا الآن في شغل في 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 أيوة الآن أسمعك تفضل. أي في شغل في سيل العقيق الآن ولا لا؟ وأنجز منه نسبة كبيرة جدا. لا وادي العقيق غير سم. وادي العقيق هذا من المجال من الثلاثة الأودية الرئيسية اللي تمر في المدينة المنورة. هذا العقيق غير، إحنا نتكلم عنه الآن شعيب ممتاز. أي مكان مرتفع بطبيعة الحال المياه تتحرك من الأعلى إلى الأقل، فهنا نتكلم عن شعيب يمر بوسط منطقة سكنية من المساكن. ما هم يقولون ليش هناك في إنجاز؟ يمر بمنطقة سكنية مأهولة بالسكان. هم أهل الشهداء حي الشهداء يقولون ليش هناك في إنجاز كبير جدا في المشروع، وعندنا الآن توكم أنتم في الدراسات وتقولون بيكون قناة صندوقية، يعني تونا في الدراسات، يعني مطول الموضوع واضح، يعني ممكن يكون في اثنين ثلاثة يتضررون في أسر ممكن. لا لا عفو تفضل. ابدا اخي الكريم، هم ايضا محل الاهتمام مثلهم مثل السكان في اي حي من احياء المدينه المنوره. مشاريع الاوديه في السيول في المدينه المنوره ولله الحمد من انجح المشاريع ومستمره على مدى سنوات في كل موقع في المدينه المنوره، سواء في الاوديه الرئيسيه ولا في المجار الشعاب ولا الشرايع العاديه او حتى الشعيبات اللي مثل اللي بيتكلموا عنه الموقع ده. كونه يعني الان تنبهوا له، هو كان في حمايه بسيطة على مستوى جهود البلدية الفرعية إنها تهذب المجرى الوادي، الآن يجيه دوره في التنفيذ، وهذا هو اللي الآن إن شاء الله. والدراسة ما يعني أنا أتكلم عن أسبوع أو اثنين يكون اكتملت إن شاء الله الدراسة حقت وسلمت لإدارة إدارة تنفيذ المشاريع لتنفيذها والبدء فيها. طبعا موضوع القناة الصندوقية حيستغرق وقت لأنه تعرف خرسانات وحتاخذ يعني وقتها حتى أيوة كيف نحافظ على الناس كده في الفترة هذه؟ هذا قد يستغرق ثلاثة شهور. كيف نحافظ على الناس؟ الآن في الحماية المؤقتة، الآن في حواجز خرسانية متنقلة وضعت على جانبي مجرى الشعيب هذا، والإنارة الآن مستغلوا في تنفيذها من حوالي أسبوعين تقريبا، لكن بيكملوا لزيادة شدة الإضاءة بشكل كافي. طيب. ومطلوب فعلا أنه إحنا كلنا أي شخص يمر هناك يكون يتنبه لهذه المواقع. هو بيتنبه بس أنتوا قوموا بحركة السيارات وحركة المشاة. هو بيتنبه بس أنتوا قوموا بالشغل اللي عليكم عشان هو يتنبه كويس. ها؟ هذا واجب ومسؤولية. صدقت. طيب يا سيدي بالنسبة في كثير من, 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 من الخدمات البلدية، يعني في أشياء كثير يحتاجها الحي وأيضا أحياء أخرى قاعدة تنقص عليهم، بهذا الخصوص إيش تقول الأمانة؟ شوف طول العمر الأبواب المسؤولين ابتداء من معالي الأمين إلى رؤساء بلديات مفتوحة، أيضا في أي وقت على 24 ساعة إحنا في عندنا تغطية دوام ميداني بالنسبة للرقابة الميدانية، بالنسبة لاستقبال البلاغات، وجميع البلاغات ترصد وهناك محاسبة شديدة في هذا الجانب على نسب تغطية البلاغات وإنجازها. يعني ما أقول لا يوجد يعني العمل 100%، لكن ما يحصل إن حصل تقصير فهو في هناك محاسبة عليه وهناك
يعني متابعة لهذا الموضوع. الاتصال على الرقم المعروف 940 أو على رقم العمليات، أو حتى إذا كان تيسر الحضور للموقع للأمانة أو للبلدية الفرعية أبدا سيجد كل ترحيب. وإحنا في نستقبل من نلاحظ ونتابع ما ينشر في الصحف أيضا، وهذا مهم جدا، مصدر جيد للمعلومة لنا. جميل. إذا لأنه في النهاية المسألة ترى شراكة وتعاون. صحيح صحيح. في تنبيه لهذه الأمور. مهندس يحيى، يعني حط في بالك ترى بناخذ المدينة حي حي، ولازم تكون موجود معانا على حي حي. ها حياكم الله، المدينة لا حق واجب علينا جميعا، وجزاكم الله خير. الله يسلمك، موفقين خير في أمانة المدينة. نشكر هذا التعاون، والواجب انه اصلا دائما يكون زي هالتعاون بيننا وبينكم في سبيل المصلحه العامه للمواطنين اللي قاعدين يستفيدون من خدماتكم. مهندس يحيى سيف المتحدث الرسمي لامانه المدينه المنوره، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه سيدي. طيب، في موضوع يفتح النفس الكثير من اللي جالسين في مواقع التواصل الاجتماعي يطلعون البيوت اللي تعدت على شوارع او تعدت على ممشى للناس أو تعدت على منفعة عامة. يعني في مصادر مطلعة في الصحف قالت إن محافظة جدة وأماناتها تلقوا خطاب عاجل جدا من مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وجه فيه المحافظة بتشكيل لجنة عاجلة لرصد التعديات على شوارع جدة، سواء بإغلاقها كليا أو حتى جزئيا، أو إعاقة الحركة المرورية بعد تداول معلومات عن وجود تعديات بشكل لافت على بعض الشوارع. أكدت المصادر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة بالاشتراك مع الأمانة سيع مدال للوقوف على الطبيعة للبحث عن التعديات على الممتلكات العامة والرفع لأمارة مكة بتقرير تفصيلي عما تم إنجازه والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. الملفت في هذا الموضوع أنه يكون خلال 30 يوم فقط، يعني في ناس قاعدين مصورين بعض البيوت اللي متجاوزة، غير بيت الدكتور صبحي بترجي في بيوت ما شاء الله متجاوزة أيضا، يجب أنه حتى هي يعني تتوقف عن هذا التجاوز. نروح الفاصل، في واحد من شهدائنا رحمة الله عليه وسكن الله فسيح جناته، نروح نشوفه ونرجع من ثاني نكمل حلقتنا. المشهد اليمني. تقدم على أرض الواقع، تتحرك الأمور بطريقة إيجابية وسوف تلمس ذلك. الأمل في الاستقرار وإعادة البناء. عدن الآن بحاجة إلى أمن، تمكنت القوات من السيطرة على قرية باب المندب. جزء كبير من هذا الجيش كان جيش عائلي وليس جيش وطني. المشهد اليمني يأتيكم في الأوقات التالية. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه.
وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. طيب إلى موضوع آخر. قال المحامي والخبير القانوني عبد الكريم القاضي إن عدة أمور تجيز تغليظ العقوبة على حارس الأمن اللي قام بالاعتداء على رجل مسن أمام أحد فروع البنك الأهلي في المنطقة الشرقية. طالب القاضي من المدعي العام تغليظ العقوبة على حارس الأمن نظرا لشناعة تصرفه اللي حصل أمام الملأ من شخص كان يفترض منه تقديم المساعدة. من ناحية أخرى وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بإحالة حارس الأمن لهيئة التحقيق والادعاء العام ليتم بعد ذلك إحالته إلى المحكمة الجزائية. إدارة البنك الأهلي أنهت خدمات حارس الأمن ونوهت بأنها ترفض مثل هذه التصرفات الفردية، وأكدت في الوقت نفسه أن حارس الأمن يتبع لأحد الشركات المتعهدة. الحديث عن هذا الموضوع بتوسع أكبر معي مباشرة من جدة المحامي والعضو في هيئات التحكيم عبد الكريم القاضي. أهلا أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا، يسعد مساكم. ومساك يا سيدي. لماذا طلبت بتغليظ العقوبة على حارس الأمن؟ وإحنا إذا تكلمنا عن حارس الأمن فنحن نتكلم عن شخص الواجب أنه أخذ دورات لتطوير أدائه وأخذ دورات لتطوير عمله، فليش نحاسبه بسبب تقصير الجهة اللي كان يعمل فيها؟ أولا مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تترتب على الجهة اللي هو يعمل فيها أو المنشأة سواء أهلية أو البنك الأهلي أو أي جهة أخرى. فالآن التصرف تصرف فردي يتحمل مسؤوليته الشخص الذي صدر من قبله. جميل. فمثل هذه الأعمال لا يمكن أن تصنف من تصنيف اللي هو الدفاع عن النفس مثلا أو الاعتداء الآن المشروع اللي يقابل بالمحاولة الإبعاد وكذا. فالذي وجدناه في الفيديو الآن أن الآن القصد بالاعتداء الإضرار وسوء النية المقصود من الآن الشخص المعتدي. فمثل ما رأينا من المنطقة اللي هو موجود فيها النزول كان نزول يعني قوي وممكن يعني يترتب عليه أضرار في مثل سن الشخص المعتدى عليه. صحيح. بما ممكن يعني قريب من الإعاقة أو ممكن يترتب عليها أن الآن يكون عليها إزهاق الروح أو إزهاق نفس. فمثل هذه الأعمال لا يمكن أن تصنف بأنها في صنف المضاربات أو صنف الاعتداءات البسيطة حتى تكون العقوبة عقوبة يسيرة، فإنما مثل هذه الاعتداءات اعتداء قوي ويجب أن ترتب العقوبة بقوة هذه الفعل الصادر من المعتدي عليه. طيب. ويجب أن نكون بعيدين برضه عن العاطفة وأن نكون في منطقة العدالة بما يخص الآن القضية بجميع جوانبها. جميل. فالآن في سير القضية في التحقيقات يجب أن يراعى الموضوع بمحاكمة عادلة تضمن حق صاحب الحق الخاص. طيب. وترتب العقوبة على من يسوي لنفسه الاعتداءات مثل هذه الاعتداءات القوية. وش معنى يعني موضوع أنه تغليظ العقوبة؟ تغليظ العقوبة على ماذا يشتمل؟ يعني إذا قلنا نبغى نغلظ العقوبة على حارس الأمن هذا إيش معناتها؟ العقوبة الآن ترتب في جهة المحاكم الجزائية بالسجن بالجلد الآن ممكن المدعي بالحق الخاص أنه يكتفي في القضية هذه بأن تكون العقوبة بالسجن أو بجلده، ولا يمكن حقوق تعويضية للشخص ولا الحق أن يطالب بتعويض مادي. الآن نشر الموضوع في وسائل الاجتماعي من حق أن يطالب بتعويضات والآن مشروعة مادية إضافة لما يدعي به المدعي العام من ترتيب العقوبة أو السجن. طيب. فقد تكون العقوبة بين ثلاث مراحل اللي هو السجن أو الغرامة في الحق العام أو السجن والغرامة في الحق الخاص للمدعي بالحق الخاص. فهي في إجمالي الموضوع أنها تكون عقوبة تعزيرية ترتب على ذات القضية وترجع إلى تقدير ناظر الدعوة اللي هو القاضي والمحكمة اللي تنظر فيها المحكمة الجزائية بالمنطقة. طيب. الشرقية. من الباب الآخر إذا تسمح لي أستاذ عبد الكريم، إحنا نقول أنه يستحق العقوبة ولكن لا نعتدي. من الباب الآخر تم فصله الموظف، هل البنك درب أو الشركة دربت؟ فليكن هو أخطأ والكلام هذا منتهي من أنه مخطي، بس هل الشركة أو البنك دربوه على مقابلة الجمهور؟ ثاني موضوع، هل النظام يجيز فصله؟ يعني أنه على طول سوى خطأ أنه يفصل،
حتى لو كان ما كان يجوز فصله بهالسرعة؟ من الواجب أن يكون الشخص الآن يتعامل مع الجمهور أن يكون مدرب بما يقتضي طبيعة عمله، وفي المقابل الآخر لا يحق الآن في النظام أن يفصل شخص بجهة أي جهة كانت في ظل وجود التحقيقات. الآن التحقيقات وجهت المنطقة الشرقية، فلا يمكن استباق الأحداث وإصدار العقوبة قبل انتهاء التحقيقات. هذا حق الآن هو مما يطالب به بتحقيق العدالة في مقاضاة الشخص أو الشخص المعتدي، ولا يكون فيه استباق للتحقيقات التي وجهت. وإلا فما معنى وجود التحقيقات؟ لأن التحقيقات الآن وجهت لإنصاف الطرفين، والآن في الفيديو ممكن في جزء من القضية غائب، ممكن للحق الآن حقوق مشروعة، فهو يعاقب ولا يضر ولا يترتب عليه بما يترتب عليه في الإضرار عليه. فنكون يعني عادلين ومنصفين في القضية، أن الشخص إذا وقعت عليه عقوبة لا يتجاوز في محاكمته، وإلى أن يكون عليه ضرر أو إضرار بالقصد الآن اللي يترتب عليه. يعني وجود الفصل الآن مخالفة قانونية تقدم إليها، سواء الشركة اللي ينتسب إليها، ولا أعتقد أن البنك أو الآن المنشأة التي يحرصها لها علاقة بذات الموضوع، إلا أن تطلب استبدال حارس الأمن بشخص آخر لعدم ملائمة الشخص الآن في الموقع اليوم البنك القيام بالعمل في ظل هذه المخالفة. طيب أستاذ الكريم، اليوم البنك أعلن أنه تم فصله، وأنه هو تبع شركة متعاقد معها، يعني هي تحرس البنوك، فهذا الموضوع الفصل أنه تعدي في العقوبة، وهذا جيد أنه أخذناه منك. بروح لك الموضوع آخر، في حال تعرض واحد من كبار السن للاعتداء اللفظي أو حتى يعني أنه انضرب أو تعدي عليه في واحدة من الجهات الحكومية أو الأهلية وما صور، في هذه الحالة كيف يقدر يأخذ حقه زي هالكبير السن اللي ما كان يدري أنه صور؟ أي نعم، الآن في مثل هذه القضايا وسائل الإثبات مشروعة كثيرة، بالإشهاد، إذا انعدم التصوير، إذا انعدم الآن الشهود، بإمكان أن توجيه اليمين بمواجهة ما يدعي من وقائع في الصورة التي يتوجه بها للمحكمة. فهو الآن يدعي بصورة ليس لديه وسائل إثبات، فعليه الآن أن يصرف إداء اليمين على الوقائع التي يقتضيها. وسائل إثبات متعددة، ما بين الإشهاد، ما بين الأدلة، ما بين الآن أي وسيلة ممكن الآن تقتنع فيها المحكمة. والآن القرائن قد تجتمع وتترتب عليها العقوبة ضد المتهم، وإن لم تتركز الإدانة. فالآن الأدلة وسائل الإثبات مشروعة كثيرة، من الإشهاد، من الأدلة، من المكاتبة، من الآن الأشخاص اللي يحضرون المجتمع، من توجيه توبيخ من الإدارة أو القسم العمل اللي يعمل فيه. فهذه أدلة قد تجتمع، وإن كانت في مفردها لا تكون وسيلة لترتيب العقوبة عليه، وإنما هي وسائل وعدة قرائن تترتب عليها توجيه التهمة للشخص المتهم بوقائع محددة، سواء من الاعتداء اللفظي أو من الاعتداء الآن كالضرب ونحوه. فهذه حقوق الآن مشروعة. إذا انعدمت مثل هذه الأدلة إطلاقا ولم يوجد منها لها أي دليل وتنظر فيها المحكمة، فلا يبقى لدى المدعي بالحق الخاص إلا توجيه اليمين والحكم وفق الوقائع الموجودة. طيب، أو مثلا إذا كان المدعى عليه لا ينكر هذه الاتهامات. طيب، ونكل على اليمين. طيب، فإذا نكل على اليمين توجهت إليه التهمة وترتبت عليه الإدانة ووقعت عليه العقوبة. أستاذ عبد الكريم، يعني خلينا نروح لبنوكنا، وأنت رجل يعني تروح البنوك زي ما يروح أي شخص، فأنت قاعد تشوف أنه في خدمات لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة. في مرة من المرات واحدة من العجائز يقول لها تنزل من السيارة الله لهينها ونقدم لها الخدمة، لكن إن نروح لها ما احنا رايحين لها. هذه موجودة في الممارسات، هذه موجودة في أعتقد أغلب هذه مخالفة بلوك إدارية وفي الإجراءات، ومسؤولية الآن العمل فيها أو الإلزام بها ترجع إلى المرفق الإداري، ويجب عليها أن تراعي الآن مثل موظفيها، وتكون العقوبة عقوبة إدارية داخلية. طيب، في نفس المرفق الإداري بما يحقق مصلحة الأشخاص الذين وكلت لهم خدمتهم، وفي وجود الآن التقصير في المسؤولية التي وجهت إليهم. طيب، يلزم أن تكون الإدارة أو المسؤولين أو في المرفق الإداري أن تلزم مسؤوليها بهذه الأعمال وفق المتبع وفق النظام والحقوق المشروعة للجهات أو الأشخاص أو الأفراد التي وجهت الخدمة لهم. والتقصير في هذه الأشياء إذا كان توجهت أكثر من مرة يوجه للإنذار مرة مرتين أو ثلاث، وإذا لم يوجد هذه النتيجة بعد هذه الإنذارات فيقرر بأن الشخص لا يمكن أن يقوم بالمسؤولية في المركز الإداري الذي يخدم فيه الجمهور، وعليهم إبعاده. طيب، بقرار إداري
إلى مكان آخر في الأماكن الخلفية كما تسمى في الألفاظ الإدارية، أو في مكان آخر غير مواجهة الجمهور بما لا يخدمهم. طيب، المحامي والعضو في الهيئات التحكيمية الأستاذ عبد الكريم القاضي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية على هذه الإيضاحات. فقدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاتصال بمحطتي الرصد البحرية التابعتين لها. كشفت الرئاسة فقدانها الاتصال بثنتين من محطات الرصد العائمة على مياه البحر، وهما المحطتين الوحيدتين اللي تملكها الرئاسة، إذ لم يرد في التقرير ما يشير إلى امتلاك الرئاسة محطات رصد عائمة سواهما، موضحة بأنها تمتلك 297 رادار ومحطة لكافة مجالات الرصد الأرضي والجوي والبحري، ويبلغ عدد المحطات والرادارات العاملة 219 محطة رصد ورادار فقط. والحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف من جدة مساعد الناطق الرسمي للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ نواف الشريف. أهلا أستاذ نواف. يا مرحبا، حياك الله. الرئاسة فقدت الاتصال بمحطتين رصد بحري في العام الماضي، كم استمر الفقدان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحطات العائمة هي محطات بحثية لدراسة المد والجزر والعناصر البحرية وقياس ملوحة المياه وكيمياء البحر، وقد أدت دورها بأكمل وجه ولله الحمد، وبسبب الظروف الجوية فقدت في البحر، ولكن يوجد للرئاسة محطات ثابتة موجودة بالموانئ ترصد البيئة البحرية. طيب، يعني الرئاسة يعني لتلافي فقدان الاتصال في مرات جاية، ايش سوت يعني للحفاظ على راداراتها هذه او الابراج اللي موجودة لها في البحر؟ توجد مثل ما ذكرت، توجد محطات ثابتة موجودة وتؤدي نفس الدور. جميل. وترصد البيئة البحرية، ولكن المحطات التي فقدت هي محطات بحثية. أما الآن فقد بدأت الرئاسة العامة لرصد وحماية البيئة بمشروع محطات الرصد البحري الأساسية، وقد اعتمد من قبل وزارة المالية. طيب أستاذ نواف، يعني هي أنت تقول بحثية، يعني هي ما لها أي دخل في أنه يعني في صيادين بيكونون بالبحر، أنه تأثر على توقعاتكم، هي ما لها دخل، هي فقط بحثية. هي بحثية فقط. جميل. ولكن للصيادين وهذا عندنا محطات ثابتة موجودة بالموانئ ترصد البيئة البحرية. أحرجوكم يعني صحيفة الوطن في الموضوع هذا وزعلوا الناس عليكم؟ الموضوع نشر بالتقرير السنوي للرئاسة، يعني ما هو شيء. التقرير الرئاسة يعني. الله يوفقكم، شكرا أستاذ نواف، يعطيك العافية. مساعد الناطق الرسمي للأرصاد وحماية البيئة في جدة، شكرا جزيلا لك، شكرا لهذا التجاوب. اندلع حريق في مجموعة محلات تجارية شرق حي الجامعة في محافظة جدة، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتوجهت فرق الدفاع المدني لموقع الحادث مدعومة بفرق إسناد للتعامل مع الحريق اللي كان قد انتشر في عدة محلات تعمل في نشاط الموبيليا والكهرباء، حيث تم إخلاء المواقع المجاورة لمنطقة الحريق من الزوار والمتسوقين حفاظاً على سلامتهم. الإخبارية قال مدير عام الدفاع المدني في مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي أن تم مساندة الفرق المباشرة بفرق أخرى، وتم التركيز على إخلاء الأشخاص الموجودين في الموقع حرصا على سلامتهم. طمأن الجميع بأنه ما في أي خطر حتى اللحظة. التركيز كان في البداية العمل على التأكد من إخلاء الموجودين من الأشخاص حفاظا على أرواحهم. المرحلة الأخرى تم مساندة هذه الفرق التي باشرت الحادث بفرق أخرى مساندة، وذلك لتحقيق هدف مهم وهو عدم اتساع رقعة ومساحة الحريق، خاصة إذا ما علمنا أن هناك مجموعة كبيرة من المحلات داخل المربع الذي وقع فيه الحريق، والمربع يقع من ضمن مجموعة من المربعات داخل سوق مكان الحادث، واللي تبلغ مساحته أكثر من 700,000 متر مربع. تم بفضل الله سبحانه وتعالى إخلاء الأشخاص وأيضا إبعاد
المواد التي كان من الممكن أن يشملها الحريق، وأيضا عزل منطقة مكان الحادث عن بقية المواقع والمحلات التجارية داخل المربع نفسه، وأيضا الحمد لله تم التأكد من عدم وجود أي خطر. شكرا لهذا الجهد صراحة من الدفاع المدني. من اليوم كانوا موجودين الشباب معهم في جدة، تفاعل سريع جدا وتواجد سريع أيضا لإخماد هذا الحريق. طيب نروح لموضوع آخر. وزارة الصحة كشفت تقاريرها عن تعثر 26 مشروع لمراكز صحية في 4 مناطق بالمملكة. اعترفت الوزارة بتهالك ورداءة البنية التحتية لمستودعاتها، وأكدت أنها طرحت مناقصة لبناء 25 مستودع على مستوى المملكة تخدم المستشفيات اللي ما يوجد فيها مستودعات، وتحتاج بشكل ملح إلى مستودعات لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت إلى أنها أوكلت دراسة بناء وتشغيل مستودعات الأدوية إلى إحدى الشركات لتتحمل المسؤولية مستقبلاً في هذا المجال من شراء وتخزين والتوزيع، وذلك بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. طيب عشان ما تزعلوا، ما يزعلوا منا الصحة، احنا كنا والله حريصين على وجودهم. هذا الموضوع موجود في واحدة من تقاريرهم، تأكدنا من وجود هذا الموضوع في تقارير وزارة الصحة. فتشوا تقاريركم تجدون فيها انه يعني مستودعاتكم متهالكة. طيب، يعد الخبز الأحمر الحساوي من الأكلات الشعبية اللي يحرص على تناولها أهل الحسا، وأيضا حتى غير أهل الحسا، لأنه يحتوي هذا الخبز على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن تناوله يعد من العادات القديمة الموجودة في الحسا. أيمن الزهراني معاه التفاصيل، هو في الحسا. الخبز الأحمر المتميز به منطقة الأحساء. العم عبد الرحمن الربيع يعمل في مجال إعداد الخبز الأحمر ما يقارب 54 سنة، كما أن الخبز الأحمر يحمل فوائد كثيرة لتعدد المكونات به. الخلطة عندك بر، عندك تمر، عندك ملح، عندك خميرة، عندك موية، 5 أنواع تسوى العناصر. والله في مخصص اللي هو الرزيز والخلاص وأطيب تمر. والله الغبال شفتم الجار شفتم. يستخدم العم عبد الرحمن جذوع النخل لإشعال التنور، وحينما نقول أن القوة في أجدادنا والزمن الماضي، حينها نعرف أن السبب هو غذاؤهم الطبيعي المحلي الصنع. والله دائما شري من عند فهد خبز الأحمر هذا من الأكل القديمة يعني، وناكله مع اللبن مع الروب والصباح، يعني هذا تغذية كاملة. والله خبزنا أيدا غير الأخباز البرانية. الأخباز البرانية فيها اختفار، فيها يعني ميزات، وفي أكل حتى لما تشتي الأكل ما شاء الله، ويا الروب ويا اللبن. تفاجأت بعد إنهاء التصوير أن العم عبد الرحمن من متابعي برنامج الراصد، حينما شاهد شعار القناة الإخبارية على ملابسي. الإخبارية متابعة لخص الراصد اللي فيها المهندس عبد الله، والله أحب أسلم عليه. سمعت وأنا ما أقدر، فخور بعبد الله، فخور لا قد يوصف. خص الكلام لا يجي يتكلم مع الطفل اللي يتكلم معه هذا. والله صراحة يعني ما أقول لك كلام، ما أقدر أوصفه عبد الله، ما أقدر أوصفه. أيمن الزهراني، الإخبارية، الأحساء. وعد بإذن الله أني أجي أخذ من هالخبز الطيب، وأشوف إذا في انتقادات عندنا أخذها من عنده من قريب،
بعدين يعني امس كنا نتكلم عن المخابز انهم يقولون كيروسين ويقولون ديزل. المخبز هذا ما شاء الله تبارك الله بالحطب. للحديث عن الخبز الاحمر الحساوي معي مباشره من الدمام الاخ محمد الحمدان، وهو واحد من الخبازين المهمين في الحسا. هلا اخوي محمد. هلا اخوك. شلون الله، كيف حالك؟ طيب حياك الله، يا مرحبا. الله يبارك فيك. شلون الخبز الحساوي؟ كلمنا عنه. والله الخبز الحساوي ممتاز يعني جدا، احسن من الخبز الابيض. ليش سام؟ ليش هو زين من الخبز الابيض؟ يعني الحساوي هو مع التمر، ايه، وطعمه حلو افضل من الابيض. اي بس شكله يسمن، يعني وجبه كامله هو الخبز ذا. صحيح، هي وجبه كامله. اذا مع الروب، اذا حطيت مع الروب في الليل وصباح يريح المعده الخبز الاحمر. الخبز الابيض ينفخ البطن مباشره ولا لا؟ صحيح. اي هذا لا، هذا اموره طيبه. وبالنسبه للخبز الابيض اذا خليته يوم ثاني او يومين راح يعفن. بالنسبه للاحمر تخليه 3 أيام 4 أيام ما راح يتغير طعمه. واذا حطيته بالثلاجه يجلس فتره طويله ولا لا؟ صحيح. الفتره يعني ممتاز، طلعته تاكله نفس يعني كانك نفس من التنور. بس بقول لك يا عم محمد، ترى مشكلتكم يا اهل الحسا انه الخبز الحساوي بس موجود عندكم في الحسا، يعني ما طلعتوه برا، مو موجود في الرياض ولا والله عندي صوت ضعيف شويه. ما تسمعني؟ اي صوت ضعيف شوي. طيب والحين الامور طيبه؟ برضه. ارفع الصوت يا شباب. تسمعني يا عم محمد؟ الصوت ضعيف. اقول الخبز الحساوي ليه مو موجود في الرياض واغلب المناطق بس موجود بالحسا؟ والله اكثر الحسا هم اللي شاهرين بالخبز الاحمر. اي طيب ليش ما توزعونه برا؟ في ناس بيشترون. والله احنا نطلع مع ارامكو احيانا حفلات، ومع ماسة المرزوق في ارامكو يدعونا ونطلع معه ونعمل لهم خبز. اي بس انا اقول هو يعني موجود فقط في الحسا، لو انه موجود في الرياض وفي جده وفي مناطق الاخرى في المملكه ترى والله صحيح في ناس شرايين له. والله احنا رحنا ارامكو قال لنا تعالنا الرياض او في بقيق كذا ما عندنا خباز. واساس احنا قلت والله احنا محلنا في الاحساء، وبالنسبه احنا نشتغل في الخبز الحمر. طيب عم محمد تعطيني سعر القرص الواحد كم سعره؟ والله احنا نسوي حبتين بريال. الحبتين بريال؟ ايوه. في ناس يسوونها حبه بريالين. والله شوف نسوي حبتين بريال، احنا قانعين بكل شيء الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. الله يبارك فيك. ويكفي محبه اهل الحسا لكم وجلستهم دايم، يعني الشيبان تشوفهم جالسين بالمخابز يسولفون مع ربعهم، سعودت هذا الموضوع، هذا الشيء الجميل فيه بصراحه. يعطيكم العافيه استاذ محمد. الله يبارك فيك. وترى بنجيكم ان شاء الله ناخذ من الخبز الطيب. حياك الله، محلك الله يبارك. والله انا جبت اليوم باستعدادي ايه اغراضي، تنوري وخبزي وعجيني وكل شيء بالسياره الان موجود. انا فاكر اني باخبز هنا اليوم. انا قلت شكله معك الان هنا بالاستوديو. سام الصوت ضعيف. اقول عطي ياسر، ياسر العتيق عندك موجود، عندك واحد اسمه ياسر العتيق عطى الخبز. اي والله انا قلت حق ياسر بنزل التنور الان وباخبز برا وهنا، قال ان شاء الله بيجيك الحس واخذ لك فيلم كامل. اي عطي الله محلك الله يبارك فيك. عطى لا عطى، بس هذا اهم شيء. ان شاء الله ابشر. يعطيك العافيه عم محمد. الله شكرا يبارك لكم فيك. نشجع الخبز الحساوي بقوه. شكرا محمد. ما شاء الله يعني الخبز الحساوي هو فضل واحد. استاذ محمد الحمدان واحد من الخبازين الموجودين في الحسا اللي نرفع لهم العقال احتراما. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. أبدأ الكثير من موظفي بلدية وصحة محافظة القنفذة استياءهم من عدم إيداع رواتبهم سوى بموظفين البقية في كل القطاعات الحكومية الأخرى، علما بأنها ما هي بالمرة الأولى يخشون أن يستمر التعطل لأيام، خاصة أن البلدية ما وضحت لهم سبب وموعد إيداع الرواتب، حيث أن عندهم الكثير من الالتزامات العائلية وغيرها، وهذا حق من حقوقهم أصلا. طلب عدد من موظفي الشؤون الصحية أيضاً بالقنفذة مرجعهم بسرعة معالجة مشكلة تعطل صرف رواتبهم ومراعاة هذا الموضوع مستقبلاً. من جانبه
أيضا أوضح رئيس بلدية محافظة القنفذ المهندس سعيد الغامدي أن الأمور بسيطة وأن مشكلة رواتب الموظفين ستحل قريبا. قريبا يعني متى؟ يعني موضوع الرواتب موضوع يعني يجب يكون أولى الأولويات للمسؤول اللي تتأخر عنده الرواتب. طيب في تفحيط يصير في كورنيش جدة، بس التفحيط هذا بصراحة يفتح النفس، أدعوكم لمشاهدته وأيضا التصفيق له، لأن التفحيط هذا هو اللي يفتح النفس بصراحة. الانقلاب يعني حادث عرضي، لكن الولد يعرف يسوق، بس طالما هي الأمور بهالشكل فالأمور طيبة والجمهور بعد كان أجمل. مشاهدين أنتوا دائم عين الراصد، راسلونا على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا لكم ونستودعكم الله إن كنا من الأحياء. ملفات جديدة وقضايا أيضا جديدة بتكون في حلقة الغد. استودعكم الله، مع السلامة.